السلام عليكم. الفيديو ده ان شاء الله هيكون بداية كلامنا عن عملية القسمة او الديفيجن. وقبل ما نبتدي نتكلم عن موضوع القسمة، عايزين نتفق على حاجة كده في البداية. لو انت مش مستوعب يعني ايه نظام عددي، ويعني ايه positional value system، ويعني ايه base 10، ومتمكن من عملية الجمع والطرح والضرب، اقف وما تكملش الفيديو ده، ما تخشش في موضوع القسمة دلوقتي. لازم ترجع للمواضيع دي وتستوعبها كويس قبل ما تبتدي تتكلم عن موضوع القسمة، لأن موضوع القسمة من المواضيع اللي محتاجة تخيل شوية، وبالتالي أنصحك ما تخشش فيه غير لما تكون مستوعب المواضيع اللي فاتت. طبعا احنا عملنا فيديوز على كل المواضيع دي قبل كده، تقدر ترجع لها أو على أي سورس ثاني من الإنترنت، أو حتى تفتح أي كتاب. المهم أيا كان مصدرك، ما تخشش في عملية القسمة غير لما تكون مستوعب المواضيع اللي قبلها. دي نقطة. النقطة الثانية، لما تبتدي شغل في عملية القسمة ما تخرجش منها غير برضو وانت مستوعبها كويس جدا، لان بعد عملية القسمة في مواضيع كتير عملية القسمة هيبقى هو من اهم المواضيع اللي هتساعدك فيها، ولو انت مش مستوعبه كويس هتلاحظ ان المواضيع اللي جاية بعد كده الى حد ما صعب استيعابها، هتعملك مشاكل. اللي عايز اقوله هنا ايه، يعني اقعد شوية في عملية القسمة. تمام، عملية القسمة من النقاط المحورية في علم الحساب أو الماثماتيكس، خصوصا في المراحل الأولية في دراستنا. فيعني استوعب موضوع القسمة كويس. طيب خلينا نبتدي شغل. لو احنا افترضنا ان عندنا قبل ما نبتدي نتكلم بقى في العمليات الحساب نفسها، هتلاحظ طبعا انا حاطط لك هنا جدول الضرب. ليه انا حاطط جدول الضرب في موضوع القسمة؟ هرجع للموضوع بعد شوية، بس يعني ايه سيبك من جدول الضرب ده دلوقتي. خلينا نبتدي اول عمليه حسابيه عندنا. لو نفترض مثلا احنا عندنا 6 كور 4 5 6، وقلنا ان احنا عايزين نوزع الست كور دول على شخصين. نفترض ان عندي شخص هنا وشخص هنا. دي سهله، يعني انت بالعين المجرده ممكن تبقى فاهم انا عايز اقول ايه. احنا عندنا هنا 6 كور عايزين نوزعهم على شخصين بالتساوي، يعني انا عايز اقول ان انا عايز اقسم الست كور دول لمجموعتين، كل مجموعه فيها نفس العدد من الكور. يعني دي طريقه تانية لصياغه المساله دي. فلو احنا عملنا المجموعه دي كده، وقلنا المجموعه دي بتاعه الشخص ده، وعملنا مجموعه تانية وقلنا ان المجموعه دي بتاعه الشخص ده، يبقى احنا حلينا الموضوع. طيب تعال نحط بقى ارقام على الرسمه اللي قدامنا دي. عدد الكور الكلي كان عندنا 6، واحنا كان عندنا شخصين، عشان كده عملنا مجموعتين، ولما قسمناهم لمجموعتين كل مجموعة طلع فيها 3، يبقى احنا عندنا 2 و3 و6. ايه علاقة الارقام دي ببعض؟ هو ده اللي عايزين نفهمه. لو بصينا للجدول اللي قدامنا ده، او يعني بلاش الجدول، حتى خلينا نبص على الرسمة. احنا ايه اللي قدامنا دلوقتي؟ احنا قدامنا مجموعة فيها 3 كور ومجموعة فيها 3 كور، يعني مجموعتين كل مجموعة فيها 3 كور. دي عملية احنا اتكلمنا فيها قبل كده وقلنا ان معناها 2 في 3 أو 3 في 2، وإن نتيجتها بتساوي 6. بس مش دي الطريقة اللي احنا كنا بنصيغها بيها لما كنا بنرسم الرسمة. احنا قلنا ان احنا عندنا 6 كور قسمناهم على شخصين أو قسمناهم على مجموعتين. يبقى الصياغة المفروض اللي نحطها بيها تكون كالتالي: 6 بوزعها على 2 وبعد كده نتيجتها طلعت 3. التلاتة دي اللي هي عدد الكور اللي موجود في كل مجموعة من المجموعتين. يبقى 6 بوزعهم على 2 كانت النتيجة 3، يعني 2 في 3 بتساوي 6. ايه العملية اللي قدامي دي؟ العملية اللي قدامي دي هي عملية القسمة، وبنرمز لها بالعلامة دي، وبتقول ان 6 مقسومة على 2 نتيجتها 3. طيب تعال نبص لعملية الستة لما وزعناها على مجموعتين بشكل مختلف. تعال نحط نفس الست كور تاني. تعال نقول مثلا 1 2 3 4 5 6، وخلينا نقول ان احنا عندنا 6 على 2 بتساوي كام. احنا هنا لما قلنا 6 على 2 قلنا لو انا عملت من الست كور دول مجموعتين كل مجموعة هيبقى فيها كام كورة. طيب خلينا نصيغ الموضوع بشكل تاني ونقول لو انا قسمت الست كور دول لمجموعات كل مجموعة فيها كورتين، كل مجموعة فيها كورتين، يبقى عدد المجموعات اللي عندي كام؟
3. ادي 1 2 3، يبقى النتيجه برضو 3. يبقى في طريقتين ممكن تبص فيهم لعمليه الجمع. يعني زي ما كنا بنتكلم هنا، بنقول لو عملنا 6 على 2 يعني بنقول لو قسمنا الستة لمجموعتين كل مجموعه يطلع فيها كام كوره، او زي ما عملنا هنا 6 على 2 بمعنى ان عندي مجموعات كل مجموعه فيها 2 يطلع عندي كام مجموعه، كانت النتيجه 3. المنظر اللي قدامنا ده، الفورم اللي قدامنا دي تهمني شويه، لان احنا ممكن نصيغها حتى بشكل ثالث او نستفيد منها بشكل ثالث. احنا قلنا من شويه هنا ان عمليه القسمه هي عكس عمليه الضرب. طيب عمليه الضرب كانت عمليه جمع مكرره، صح؟ اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. وبالتالي لو عمليه القسمه عكس عمليه الضرب، يبقى بالتالي عمليه القسمه هي عمليه طرح مكرره. ازاي؟ تعالى، لو قلنا احنا بنقول 6 على 2، طيب خلينا نقول 6 ناقص 2 بتساوي كام؟ 4. طيب 4 ناقص 2 بتساوي كام؟ بتساوي 2. 2 ناقص 2 بتساوي كام؟ 0. خلاص ما فضلش حاجة أطرحها منها. أنا إيه اللي كنت بعمله هنا؟ أنا عمال أطرح الاتنين من الستة على خطوات. طرحتها مرة، التانية، التالتة. يبقى معنى كده إن أنا لما طرحت الاتنين من الستة ثلاث مرات وصلت للصفر. هي دي برضو عملية القسمة. ولو بصيت على الرسمة هنا، أنا كنت بعمل إيه؟ أنا كنت بشيل اتنين، بشيل اتنين، بشيل اتنين، أو بطرح اتنين، بطرح اتنين، بطرح اتنين، وكانت النتيجة عندي ثلاثة. فدول طريقتين ممكن تبص بيهم لعملية الطرح. أنا شخصياً بحب أبص عليها حكاية عملية القسمة. أنا شخصياً بحب أبص للقسمة على أساس إنها عملية طرح مكررة، بتساعدني إلى حد ما في التعامل مع نوعيات معينة كده من عملية القسمة، زي ما هنشوف بعد كده قدام. طيب خلينا ناخد مثال تاني على نفس موضوع الستة برضو، عشان نبقى اتأكدنا ان المسألة دي يعني او الجزئية دي وضحت. خلينا نفترض ان احنا عندنا برضو 6 كور، بس المرة دي عايزين نقسمهم على شخص واحد مثلا. طيب يبقى احنا هنا بنقول 6 على 1 بتساوي كام؟ ممكن نعتبرها حاجة من اتنين. يعني ممكن نقول 6 على 1 معناها ان انا عندي 6 كور، لو حطيتهم كلهم في مجموعة واحدة اللي هي الواحد دي، المجموعة دي هيبقى فيها كام كورة؟ هيبقى فيها 6، يبقى النتيجة هنا 6. او كنت ممكن اعتبرها بشكل تاني، كنت ممكن اقول 6 على 1 بمعنى ان انا لو عملت مجموعات كل مجموعة فيها كورة واحدة. دي طريقة تانية ان انا ابص للموضوع بيها. لو عملت مجموعات كل مجموعة فيها كام كورة؟ هيطلع كورة واحدة، يبقى بالتالي عدد المجموعات الكلي كان كام؟ برضو هيكون 6. وبالتالي 6 على 1 فيها 6، اي رقم على 1 هو نفس الرقم. ولو عايز اعملها بعملية الطرح، خلينا نبص حتى عليها بعملية الطرح. ممكن نقول 6 ناقص 1 بتساوي 5، 5 ناقص 1 بتساوي 4، 4 ناقص 1 بتساوي 3، 3 ناقص 1 بتساوي 2، 2 ناقص 1 بتساوي 1، 1 ناقص 1 بتساوي 0. انا طرحت الواحد من الستة كم مرة؟ 1 2 3 4 5 6، اللي هي الستة دي. اعتقد المسألة واضحة. خلينا ناخد مثال كمان عشان نبقى اتأكدنا بس ان ايه الموضوع ده وصل. خلينا نفترض ان انا عايز ودي اخر مرة نهرسم فيها الكور، بس يعني عشان نبقى وضحنا النوعية دي لأنها مختلفة شوية من عملية القسمة. افترض أن أنا عندي 7 كور وعايز أقسم السبعة دول على 3، النتيجة تبقى كام؟ طيب تعال نبص عليها بنفس الشكل اللي كنا بنتكلم فيه قبل كده من شوية. احنا تعال نشتغلها بموضوع الطرح. 7 على 3 يعني أقعد أطرح تلاتات. طيب أدي 3 وأدي مثلا 3 تانية. خلي بالك في عملية القسمة لازم المجموعات يبقى متساوية. يعني أنا قلت هنا 3 يبقى لازم يبقى هنا 3، يبقى لازم لو في مجموعة تالتة يبقى برضو فيها 3. بس أنا عندي هنا مشكلة، أنا عندي المجموعة دي ما فيهاش غير واحد، يعني الواحد الفاضل ده ما ينفعش أدخله في مجموعة لوحده. يبقى أنا ما قدرتش أعمل من السبعة دي غير مجموعتين كل مجموعة فيها 3، واتبقى 1. طبعا بعد كده الواحد ده بيبقى له تصريفه، بس احنا حاليا احنا مش قادرين نتصرف فيه فبنسيبه زي ما هو. وبالتالي حل المساله دي بيبقى كالتالي، بيبقى 2 والباقي 1. طبعا ده اللي هو
الباقي او الريميندر او الباقي. طبعا انا هستخدم حرف الار ده علشان اعبر عن الريميندر، وبالتالي انا بقول هنا ايه، هنشيل ده 7 على 3 مع بتساوي 2 والباقي 1. طب تعالى حتى نشتغلها بموضوع الطرح ونشوف بتشتغل ازاي. لو قلت 7 ناقص 3 بتساوي 4، و4 ناقص 3 بتساوي 1، 1 ناقص 3 ما ينفعش، هو طبعا ينفع بس لغايه دلوقتي احنا بالنسبه لمعلوماتنا ما ينفعش، لان 1 اصغر من 3 فما ينفعش اطرحها من بعض، فانا هشيل ده. طيب بص، ال3 اتطرحت من ال7 كم مره؟ 3، وادي 3 يعني 1 2 ادي الاثنين، وايه اللي اتبقى عندي في الاخر؟ الواحد، ادي الريميندر اللي هو الواحد. لو حبيت استفيد بجدول الضرب في عمليه حسابيه زي كده، لو انا حبيت ابص على السبعة على التلاتة أقدر حتى أصيغها بشكل مختلف، يعني أقدر أقول مثلا إيه، إن السبعة على تلاتة دي معناها تلاتة مضروبة في كام علشان تساوي سبعة، هي بالضبط سبعة على تلاتة، ممكن أصيغها في الشكل ده، إيه اللي أضربه في التلاتة علشان يديني سبعة. هنا جدول الضرب يبقى مفيد. لو جينا هنا على، أنا حتى نغير لهم بس عشان تبقى واضحة، نيجي الجدول التلاتة اللي هي دي، ايه اللي اضربه في 3 علشان يديني 7؟ هتلاحظ ان مفيش، بس ال7 اللي انا عايز اوصل لها دي بتقع بين ال6 وبين ال9، يعني في المكان ده، وبالتالي فانا هختار الرقم اللي قبله اللي هو ال6. طيب ال3 في كام يديني اقرب رقم لل7 اللي هي ال6؟ لقيت انها 2، ادي ال2 اهي اللي هي ال2 دي. طيب لو ما اضرب ال2 في ال3 اداني كام؟ اداني 6، بس انا عايز اوصل لكام؟ لسبعة، فالباقي كام؟ الباقي واحد، وبالتالي النتيجة هنا هي 2 والريميندر 1. اتمنى تكون الفكرة واضحة. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنبتدي ده ناخد امثلة اكبر شوية على موضوع القسمة، ونشوف يعني ازاي نقسم ارقام الى حد ما كبيرة شوية على بعضها. احنا هنا طبعا كنا بنتكلم في ارقام صغيرة اللي هي 6 7 8، لما نطلع للأرقام الكبيرة الوضع مش هيبقى بالسهولة دي، هو طبعا ما زال سهل بس هيبقى عملية كبيرة بنكسرها لعمليات قسمة صغيرة. هنشوفها إن شاء الله في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.